لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي نظيره منتخب البرتغال في مقابلة قوية تجمع بين كلا الطرفين، وذلك برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم داخل القاعة. وضمن المنتخب الوطني المغربي التأهل إلى الدور الثمن النهائي بعد فوزه في المقابلة الأولى وتعادله في المواجهة الثانية، ويطمح إلى تحقيق الانتصار ضد المنتخب البرتغالي في المقابلة الثالثة ضمن بطولة العالم داخل القاعة. ويحتل المنتخب الوطني المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب البرتغالي صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط. وتقام مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره منتخب البرتغال اليوم الأحد انطلاقا من الساعة 6 عصرا بالتوقيت المغربي، وذلك برسم الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضمن بطولة العالم داخل القاعة.